ألا هو ما يفسر المشاريع التي ما زالت لا ترى بعين المجردة التي قامت بها هذه الحكومة. مشروع كبير، مشروع ديوب. مشروع في بناء جسر الصداقة، وهو مجمع طرقي متكامل العناصر. الجسر روالك ما يكل دولة فيها. البيان اللي مقدم اليوم لمجلس الوزراء يتعلق بمشروع بناء مسجد مناقشوط الكبير. لا نديروا ان شاء الله هما اللي جهودنا كاملين ياكلنا من هنا الى نهايه السنه ان شاء الله وتنطلق فيه الاعمال، ونديروا ما اللي نمتنوا من الجهود ياكل الاعمال تنجز بقل من ديك الفتره اللي صلنا 30 شهر اللي استيمي اللي اصلا كانت مقرره تنتهي بها الاشغال. حجر الأساس لأول فندق خمس نجوم ضمن سلسلة شيراتون العالمية في نواكشوط، وذلك بمناسبة ذكرى 55 لعيد الاستقلال الوطني. ومن المتوقع أن تكتمل أشغال الفندق الذي يتكون من 6 طوابق في حلول سبتمبر 2017. الآفاق الكاملة التي لا نراها بالعين المجردة. إنهم جهنم.